بكم مشاهدنا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر الصباحي، تحية صباحية عطرة ومجدد تحية لكم. ان شاء الله يا رب تكونوا دائما في احسن الاحوال، ان شاء الله يا رب تجدوا شغلكم بامتياز في مدينة اكادير وشوارع متابعينا الاوفياء، كما كتشوفوا لي الاجواء الصباحيه على مستوى المدينه في هذه الصبيحه تزامنا مع عطله نهايه الاسبوع، فقط للجميع يوم سعيد ان شاء الله. نكون في احسن الاحوال باذن الله تعالى، وصباح سعيد نحيي لكل الاوفياء. اليوم والبركات وبداية يوم ونهار سعيد إن شاء الله يا رب. الأجواء الصباحية هنا في العاصمة السوسية في الصباح، وصراحة كاين جو بارد للغاية، كاين ضباب لكعب مختلف أنحاء المدينة، جو لندني بامتياز على مستوى المدينة في هذه الصبيحة صراحة. جو يغرب يغرب أيضا بالخروج والتنزه والاستمتاع يعني بالأجواء اللندنية على مستوى المدينة. Yeah.
تنام عيونكم التي تغفر لكم كل صغيرة مستوى قلم الإنفاق والتقايا والأرض والأرض الأماني لكل متابعي القناة.